اقول لك حاجه جميله جدا. مش جميله يعني كل كلامك قلت لك 100 مره قبل كده، كل كلامك جميل. بص حضرتك، اللي بيغسله كلى، اللي هو عنده فشل كلوي غسل خلاص، واند ستيج يعني مرحله اخيره خلاص. وغسل خلاص. كل 150 بسبب الادويه. 50 حصل الفشل، فشل بسبب الادويه، خاصه ادويه الروماتيزم. ركبي توجعني، بتتعب الكلى، بينسف الكلى. لمريض سكر، لمريض ضغط. فده ازاي؟ ازاي انا اخش اشتري دواء روماتيزم من غير روشته؟ ازاي؟ عشان الروشته يعني دكتور عارف حالتك وعارف الكلى بتاعتك تستحمل ايه وما تستحملش ايه. يبقى الاعراض شيء والامراض شيء حاجه. غالبا معظم الامراض لها اعراض غالبا، لكن هناك اعراض، هناك امراض بدون اعراض. سرطان القولون مش اعراض خالص خالص خالص. فين؟ بالصدفه شويه دم في البراز. لا ما تقلقش، ده شويه بواسير داخليه ويسكت عليها. دم في البراز تساوي منظار، دم في البراز يساوي منظار، اهو عرض وخدناه بمنتهى الاهميه. طب وقبل ما يوصل للمرحله دي هيعرف ازاي؟ في امريكا دلوقتي بيعملوا حاجه جميله جدا، بس طبعا المصريين هيرفضوها. يعني المنظار روتيني، يعني كل ست شهور بالنسبه حتى اللي فوق ال 40. لا للسسبشس، يعني عيلته فيها. للي عيلته فيها، كويس، او عنده ريسك للسرطان. سرطان القولون مجرم. مجرم لانه ملوش اعراض. في ذبحه صدريه بدون اعراض. يعني شريان ما عندوش الم. ما عندوش الم وهو عنده ذبحه، وهو عنده ضيق شريان. ما هي ذبحه يعني الم. هو عنده ضيق شريان بس ما عندوش ذبحه. طب نجيبه ازاي؟ ويعني يروح واقع. ايوه بالظبط كده. فلا عجب انك تقول لك فلان جينا نصحيه لقيناه ميت. طب ده ازاي جت؟ جت انه ما فيش اعراض. فطبعا زي ما ابتديت، ان العرض ده نعمه من عند ربنا، نعمه. اللي كح نعمه، قال له عندك حاجه في الرئه. المغص قال له عندك حاجه في بطنك. اللي مش شايف عندك حاجه في عينك. اللي ايده تقلت عندك حاجه في مخك، نلحقها. فالاعراض شيء. احنا عندنا في مصر مشكله كبيره جدا، ان حتى دكاتره بعضهم يعالج اعراض بدون فحص دقيق، بدون تشخيص. هو الفحص الدقيق بيدي التشخيص، يساوي تشخيص. ده اللي انا فاهمه. طبعا طبعا. طب انا رايح لدكتور مش عشان يعالجني، عشان يشخصني. قال لي عندي كذا، والله لو عيل في سنه ثالثه يكتب لي علاج. ده كتب بتقول، كتب بس الشطاره تقول لي عندي ايه. لان ويطلع في العرض دقيق. الواحد، العرض الواحد مشترك في اكثر من مره. بالمناسبه يا دكتور، هو دلوقتي العلم تطور تطور كبير جدا وضخم جدا طبعا. هل التحاليل والاشعاعات والمنظار والحاجات دي كلها ساعدت بقدر قد ايه في التشخيص؟ عشان في ناس يعني تسمع كلام الدكتور يقول لك بلاش المنظار، انا الدكتور قال لي. فالعلم قال ايه في الحاجات دي عشان الناس تهتم بالمسائل دي؟ هقول لك يا استاذ محمود، ده سؤال خطير جدا جدا. ما كنتش اعرف. لا والله ما كنتش اعرف. يا ريت الدكاتره يسمعوني قبل المرضى، الناس. الناس المشاهدين. المعامل والاشعه وثلاث من القلب بقول ايه؟ بقول كل ده اتوبيس، اتوبيس. يا انا ركبته وصلني للتشخيص، يا هو ركبني فضلت مكاني. دي وسيله للتشخيص. لازم ابقى واعي جدا وانا بطلب. ما انا عايز اعرف، هي بقت وسيله بنسبه قد ايه في العصر الحديث اللي احنا فيه؟ لو دكتور عاقل بنسبه 100% تشخيصه يبقى صح. لو عاقل لو عاقل. هقول له مثال، انا الحته دي بتوجعني وتعبان قوي، بطن من فوق بتوجعني قوي، فانا حطت مخي كله في معدته. طب روح اعمل انذار وموجات صوتيه، مفيش حاجه، وجه وطلع نورمال، يبقى في قلبه بقى، يبقى اللي هو الاتوبيس رجبه. جايز جدا قلبه. عشان كده طلب الاشعه او من بره اماكن ونبص في اماكن ثانيه. او بنلاقي الاصابه في حته ونخلص. يعني لو ضل الطريق في التحليلات، طب هتقول له ايه بقى؟ هو عمل اشعه مقطعيه لبطنه طلعت نورمال، عمل منظار طلع نورمال، عمل موجات صوتيه طلعت نورمال، عمل تحليل جرثومه معده طلع نورمال، هتقول عين ايه؟ انت عندك وجع هنا. هو ما كانش كده خالص،
هو الراجل ده لو اتسأل كم سؤال الوجع ده بيجي بايه؟ يقول لك لما اطلع سلم خلاص يبقى عايز بس مقدد مكوك. فأهم حاجة ان الدكتور ما يضلش. المعامل اتوبيس انا ركبته وصلت للتشخيص، هو ركبني انت مكاني علي العوض. لا اتحطمت كمان، وقفت مكاني ايه ده انا هتدلع.